متى ترعرع في وادينا الطيب كل هؤلاء القتلة؟ أيها الرجال، فليبقى كل في مكانه. استباحوا الأرواح وسفكوا الدماء وخربوا الديار. هذه الدموع ستنفجر فيكم. لكن الأجيال لا تنسى، والشهود ما زالوا يتذكرون. لا يرش بالمية، هرش بالدم. ماذا فعلت الجماعات الإرهابية بمصر في 50 عاما؟ شهادات للتاريخ. أهلا بكم. شاهدنا اليوم هو الكاتب والباحث الكبير الأستاذ ماهر فرغلي، المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية. ماهر فرغلي. ماهر فرغلي هو باحث في شؤون الجماعات الإرهابية والتنظيمات الجهادية، صاحب خبرة واسعة في مجال الإسلام السياسي والحركات الإسلامية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نشر العديد من المقالات المهمة والمؤثرة في شؤون الجماعات التكفيرية والسياسية الخاصة بتحولات وتطورات الإسلام السياسي في العالم الإسلامي خلال القرن العشرين وحتى وقتنا الحاضر. تعتبر مقالات فرغلي مرجعاً هاماً للدارسين والمهتمين بالإسلام السياسي وتطورات السياسية في العالم الإسلامي، ويتميز بالدقة والعمق في التحليل والبحث، ويقدم صورة شاملة للتحولات السياسية الخاصة بتنظيمات الجهاد في المنطقة. وصف فرغلي جماعة الإخوان الإرهابية بأنها جماعة في شيخوخة وتصارع الزمن ولم تقم بأية مراجعات، وأنهم لم يكن لديهم مشروع لإدارة الدولة، ولذا فشلوا في عام حكمهم الأسود، وهو ما تسبب في العديد من الأزمات داخل الدولة. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا دكتور. في إطار توثيق شهاداتنا على نصف قرن من العنف، حابب أبدأ مع حضرتك من نقطة معينة، وأنا عارف أنه يعني الخبرة الميدانية الكبيرة لحضرتك مش بس الخبرة البحثية في الحركات الإسلامية. الناس أحيانا بتنظر لهذه الجماعات المسمى بالإسلامية يعني أنها جماعات على قلب رجل واحد، أو أنها يعني جماعات قريبة من بعض، لكن اللي بيطلع على الحال وعلى كواليس الأحداث يجد أننا قدام جماعات متنافرة بشكل كبير جدا، متصارعة بشكل كبير جدا، يمكن حتى بتكفر بعضها وبتناصب بعضها العداء. من خلال خبرتك الطويلة الميدانية تقول لنا إيه عن هذا الموضوع؟ أولا بشكر حضرتك على الاستضافة، تحياتي لسيادتك والسادة المشاهدين. هم بص على قلب رجل واحد في الدائرة الفكرية، يعني في الأفكار الاختلاف في الدرجة مش في النوع، لكن هو في تنازع على مواطن النفوذ وعلى الانتماءات وعلى حيازة الجماهير، وده بيؤدي إلى معارك كبيرة جدا. هي مش معارك فكرية بالأساس، هي معارك على أموال التبرعات، معارك على إزاي أن أنا يكون المساجد دي اللي أنا هدعو فيها واستقطب الناس تبعي وأنا مسيطر عليها. وكان في الفترة دي مثلا بداية من السبعينات فترة فيها نوع من الفسحة لهذه الجماعات والتنظيمات دي، واخدة نوع من الحرية للحركة شوية، فده مديها نوع من التمدد والتنازع فبيصطدموا بعض. انا اقول لك مثلا بعض المشاهدات يعني يعني بعض النماذج تدلل على الكلام ده يعني. في يوم من الايام مثلا كنت انا بصلي الجمعه في مسجد اسمه التوبه، مسجد التوبه ده كان في المنيا، في الملاوي المنيا. انت اصلا من ملاوي المنيا؟ فكان المسجد ده اللي هيبقى بعد كده هو مركز لتنظيم الجماعه الاسلاميه. هو ما كانش لسه، فهم بيتنازعوا عليه. وفوجئنا واحنا قاعدين مصلين عاديين جدا أن هناك معركة شرسة بتدور على من يؤم أو يخطب الجمعة. ما بين واحد تبع طه السماوي عبد الرحمن محمد لطفي اللي هو ابن خالد الإسلامبولي. وأحمد فرغلي اللي هو أمير الجماعة الإسلامية فيما بعد. وبعدين فوجئنا أن هما الاثنين بيشدوا بعض.
ده يجي يطلع المنبر ده يشده، ده يجي يطلع المنبر ده يشده، يعني في عنف، عنف لا عنف بدني متبادل. عنف بدني، عنف ومعركة حقيقية قدام الناس في الجامع. فوقف واحد من الأهالي، ده مش إسلام ولا ده دين ولا دي عقيدة، منكم لله حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم وبتاع. ففي واحد في أثناء الكلام ده راح طلع خطب الجمعة، هو يعني ساب السماوي وطلع خطب الجمعة، فقعدوا ساكتين. فامتد الكلام ده للصلوات فيما بعد في نفس الجامع، تيجي تطلع الإمام ده يشد، ده يروح شدد التاني. فقال لك نعمل حل، ان احنا نقعد نعمل جلسة صلح او جلسة للنفوذ، نشوف مين ياخد الجامع ده ومين ياخد الجامع ده. وهذه الجلسة تمددت، اصبحت دخلت فيها جماعة الإخوان لان الإخوان عاوزين جامعة هم كمان والسماوية والكلام ده، لان كان برضو في معركة في مسجد اخر اسمه الري في نفس المدينة، والناس في ملاو، الناس قاعدين وفوق، يقول الإخوان المسلمين داخلين بالجنازير والسنج والكلام ده، عاوزين يطلعوا الجماعة الإسلامية من الجامع. أوثق المشهد أنه الإخوان داخلين بالجنازير والسنج والسنج، لأنه تعرف طول الوقت هم بيحاولوا يقولك لا، فالإخوان كانوا داخلين بالجنازير والسنج الجامع. أنا بقولك مشاهداته حصلت، وفي أهالي عايشة شاهدت هذا الكلام. فطبعا كان على رأس جماعة الإخوان المسلمين واحد كان من ستينات تنظيم 65 اسمه مصطفى ظاهر، حاج مصطفى ظاهر كان هو الكبير بتاع الإخوان. 65 مع سيد قطب، مع سيد قطب. فداخل معاهم قال لهم انتوا مين اللي تمسكوا إمامة الجامع ده؟ انا بصوا، ده انا راجل اتعذبت واتبهدلت في سجون عبد الناصر، والناس دي تلاميذي. فانا اللي امسك الجامع. فطبعا دخلوا على الإمامة ده يشد، ده يشد. ففاكر انا واحد شاب كان زميلي في الكلية اسمه عاطف مرسي عليه رحمة الله، توفى يعني. فراح برضو دخل للإمامة أثناء هذه المنازعة، وبعد ما صلى والركعة راح بص للمصلين وقال لهم يا جماعة أنا مش متوضي، أنا حبيت أحل المشكلة بس. إلى هذه الدرجة، لهذه الدرجة. فطبعا الصلاة باظت، فقامت المعركة تاني. ففي واحد من اللي قاعدين عشان ينهي المشكلة قال لهم الأمن وصل. فكل اللي قاعدين قفزوا من الشوارع كان الشبابيك بتاع الجامع. المشاكل اصبحت شبه يوميه بهذا الشكل. طب انت حضرتك ده نموذج على فكره المساجد، المساجد النفوذ على المساجد. هل كانت في خلافات او صراعات على مساله التمويل، الفلوس جايه منين؟ ما انا جاي لك بقى. ده المساجد دي يحصل فيها قتل. فاسيوط حصلت مقتله عظيمه جدا على مسجد اسمه اولاد خشبه. واهالي اسيوط اكيد عارفين الكلام ده كله، ما بين الجماعه والاخوان ايضا. فالجماعه هجمت على مسجد الاخوان بعد هجوم الاخوان على مسجد الرحمه بتاع الجماعه. فقتل واحد في هذه الاحداث. ونزل بيان والاخوان القتله والكلام ده كله، يعني الاخوان قتلوا واحد من الجماعه الاسلاميه، هجموا على مسجد الجماعه الاسلاميه، فالجماعه الاسلاميه هجمت على مسجد الاخوان، فقتل واحد من الجماعه اثناء الهجوم. اثناء الهجوم، اثناء الهجوم. تمام. يعني الجماعه هي اللي كانت معتديه المره. فاصبحت معارك وصلت لحد القتل، اللي لما دخلت اطراف وسيطه تحل هذه المشكلات، ان هناك مساجد الاخوان ومساجد للجماعة الإسلامية. وصلاة العيد نخليها واحد طرف وسيط، لا هو إخوان ولا هو جماعة، لأنهم كانوا بيصلوا في الخلا. إن في معارك حصلت في السبعينات والثمانينات، حوالي 10 معارك أو 11 معركة على كورنيش النيل في المنيا وفي أسيوط وغيره بالجنازير ما بين الإخوان والجماعة الإسلامية. فدي كانت معارك على المساجد. هناك معارك مش على المساجد بقى، هناك معارك على التمويلات. زي ما انت دي نقطة مهمة بتقول. طب والتمويل انا بيدوروا، كانوا واخدين حرية كبيرة او يدوروا في جايبين عربية حنطور او وفيها ميكروفون وبيشغلوا تبرعوا في سبيل الله. وخلي بالك كلمة في سبيل الله، مش تبرعوا لبناء المسجد او تبرعوا لبناء المساجد، في سبيل الله في المطلق، في يعني المطلق. ما هو هيجي بعد كده هياخد من الفلوس دي حضرتك. بس احنا عشان في السياق هنتكلم دلوقتي على فترة الثمانينات الثمانينات والسبعينات برضه. يعني الفترة لكن الثمانينات دي اللي حضرتك شفتها بعينك. بعيني. تمام. وفي بداية التسعينات حصل ده. تمام. تبرعات الحنطور والميكروفون وتبرعوا في سبيل الله. سبيل الله كلمة عامة مطلقة زي ما حضرتك قلت، فبتشمل المنشورات، بتشمل مرتبات للقيادات، بتشمل أي حاجة. حط تحتها أي بند ويقولك ما في سبيل الله، معناه ما أنا شغال أمير في سبيل الله. مثلا بلاش أصداء، فممكن بقى يأكلوا ويشربوا ويتجوزوا ويتفسحوا. والله بيحصل على حساب التبرعات. والله يحصل. وفي ناس معينة مش عاوز أقول أسماء، يعني فلان وفلان، يقولك إيه ده ليه مرتب شهري، لأن ده
متفرغ للعلم في سبيل الله، علم اللي هو الفقه، يبقى فقيه الجماعة. فهو بيعمل له مرتب من هذه الأموال. فكانت في مهازل بتحصل برضو على التبرعات، لا انت ما تجيش في المنطقة بتاعتي، ده الجامع ده هنا بتاعي، فانت جاي في المنطقة بلم التبرعات من هنا، ما تلمش انت بقى، بالك الكلام ده. وبرضو حصلت الغريب ان الاهالي كانت تدخل طرف وسيط، المواطنين الغلابة الكبار يحلوا ما بين الجماعتين صراحة. وحضرت انا مشكلة على يعني كان في مؤتمر لابراهيم شكري رحمه الله، اللي هو أساس بالعمل، حزب العمل السابق، وجاي يعمل مؤتمر كبير، وكان الحزب متحالف مع الاخوان، فجاي طبعا، فاحنا قلنا اول مره يجي البلد، فقلنا نشوف الراجل اللي يقول ايه. فعبد الرحمن لطفي ده قعد شماله، طه السماوي عبد الرحمن لطفي برضو ابن خالد خالد اسلام بولي، وكان عضو في حزب العمل، فهو اللي جايبه، وطه السماوي انا كنت اعرفه شخصيا هو توفى توفى من فترة وطه السماوي على يمين الراجل، وجي مصطفى دار ده برضو وبدأ 65 وجيب ممثل الجماعة الإسلامية واحد اسمه بشير برضو لمات شاب كده، فبدأوا ايه كل واحد يدي كلمة فبيلقح كلام على التاني. يعني الجماعات ثلاث جماعات موجودين على المنصة، فكل واحد هو هل العمل الحزبي حلال ولا حرام، فهو بدأوا يتكلموا بتوع جماعة، قال لك حرام، تانيين قال لك حلال، ده بدأوا يضربوا في بعض في قصة الديمقراطية وحل وحرمة العمل الحزبي. المهم طه السماوي حب يوفق ما بين الاثنين، فقال لك انني لا ارى فرقا بين كلام الشيخ اللي هو مصطفى ظاهر والفتى اللي هو بشير لانه شاب صغير، ولا ارى مش عارف بين الشيخ والفتى والفتى والشيخ. فبشير مسك الميكروفون منه قال له اذا كنت انا فتى فربنا قال انهم فتيتنا امنوا بربهم، ما انت ما تقعدش تقول عليه شيخ وانا فتى، لا الفتى دي احسن من الشيخ. وبيتم توظيف القران في مواضع طبقا لهواء، والمعركه وفسد المؤتمر وباظ، والراجل ابراهيم شكر اتكلم والعمل وانتهى المؤتمر. فكانت مواطن النفوذ، مؤتمرات، فلوس التبرعات، صلاه العيد، المساجد، كل دي تنازعات طوال الوقت. في فكره على صلوات العيد اللي كانت الجماعه الاسلاميه بتعملها في الخلا الصعيد تحديدا وفي بحري في بعض المحافظات، كانوا يقولوا انه كانت الجماعه تنظم لكن الاخوان هم اللي كانوا بيعملوا الدعم اللوجستي، يعني يبعتوا اللافتات ويبعتوا الحاجات. انت برضو شاهدت لا حاجه لا زي كده؟ لا، هو صلاه العيد كان هم بيصلوا احيانا مع بعض فيتخانقوا، فلما عملوا اتفاقيه، فالاتفاقيه ان انت مثلا انا احط لافته فانت تحط لافته جنبي لكن ما تحطش لافتتين وانا لافته واحده، فيجي ده بقى صراع اللافتات. ويجي مثلا، فاكر انا في مره في صلاه العيد دي في الخلف في الاستاد، واللي هيخطب الخطيب رجل من الوفد اسمه عليه رحمه الله اسمه الشيخ محمود الزعم، وكان رجل كويس، فهو عشان خاطر ما تحصلش مشاكل فقعد في التكبيرات العيد بقى الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، في صيغه في التكبير تانية الله اكبر وكبيره، ففي واحد بيقول صيغه والتاني عاوز يقول الصيغه دي حرام دي بدعه، فراحوا متخانقين في صيغه التكبير. يعني حتى الخلاف يعني انا كنت عرفت طبعا انه في خلاف على الاذان، على ما يقال بعد الاذان، صيغه التكبير لكن صيغه التكبير في العيد كانوا مختلفين عليها. لا، صيغه التكبير ده هم مختلفين على صيغه التكبير في العيد، واختلفوا على صلاة الفجر، معاد صلاة الفجر، لأن تنظيم الجهاد وجماعات التكفير بلا استثناء والجماعة لا الجماعة الإسلامية، لا الجماعة الإسلامية والإخوان بيقولك صلاة الفجر صحيح، المعاد بتاعها صحيح، كل الجماعات المعاد المعلن ده الفلكي الفلكي، جماعات كلها التانية تقولك لا صلاة الفجر مقدمة تلت ساعة، فلما يجوا بعد تلت ساعه ياكلوا ويشربوا عادي ما يصومش، يعني وما يمتنعش، يعني بياخد تلت ساعه فسحه، تلت ساعه فسحه وما يصليش عليها، يصلي بعد تلت ساعه يقوم يصلي السنه الفجر وبعد كده يصلي الصبح. ففي مشكله، يعني عندهم مشكله في تعملوا خناقه على القصه دي، قصه المواعيد الصلاه وقصه صيغه تكبيرات صلاه العيد، اتخانقوا في الاستاد على صيغه تكبير العيد وعلى اللافتات. فالجماعه الاسلاميه والاخوان، انا بكلمك على مشاهدات من ان بلدنا فيها جماعه تبليغ في ملاوي يعني. والجمعيه الشرعيه وانصار السنه والاخوان والجماعه الاسلاميه، ما فيش تنظيم جهاد ولا فيها تكفير. فانا بكلمك على المشاهدات اللي انا شفتها. الجهاد احنا كنا بنتكلم بحري، في بحري. فبتوع الجماعه الاسلاميه والاخوان متخانقين على قصه صيغه صلاه العيد وعلى اللافتات والكلام ده، وان انت ما تظهرش بحاجه مميزه، يعني ماكتات معينه، حاجات معينه.
فبتوع الجماعة الإسلامية عملوا إيه بقى؟ راحوا جابوا لبسوا كل المراهقين والعناصر فلنات عليها عبود الزمر، عليها مش عارف مين، خالد الإسلامبولي مش عارف إيه، وخلعوا الجليب وظهروا كلهم بالتيشيرتات. فدوكم الإخوان طبعا لابسين بدل ولابسين حاجات مش عارف شو يعملوا الحركات دي. فالجماعة الإسلامية بتعتبر إن ده هذا انتصار على الإخوان، انتصار على الإخوان، ويقعدوا يحكوا في القصة دي شهر نحن انتصرنا على الإخوان. وهم كانوا مشغولين جدا، لكن أنا كنت بشوف ده إن ده ذكاء من جماعة الإخوان بشكل كبير جدا. زي إن هم بيقدموا الخناقات دي تقديم نحن هو احنا ضد العنف وضد الجماعات دي. احنا بنواجه ضد العنف وضد الجماعات، رغم ان حضرتك كنت بتقول لي كانوا بيدخلوا عليهم الجوامع لكن احنا واقفين ضدهم، هو ضد الناس اللي هم بتوع السلاح دول. واحنا واقفين يعني احنا بنعمل هم كانوا بيسوقوا نفسهم نفسهم. لكن وفده بيديهم فسحه من العمل الحركي اكتر من الجماعات الثانيه، فبينتشروا وتمددوا بشكل بالذات في القرى والارياف والنقابات والكلام ده. وبالفعل هم نجحوا في تسويق نفسهم بهذا الشكل. وانا فاكر مره مقال لاحمد الملط، وده واحد من قيادات 65 من قيادات الاخوان طبعا، فاكره كويس طبعًا. كان في جريده الشعب بيتكلم بيقول لك بيدعو النظام المصري ان انت ادونا فرصه ان احنا نقضي لكم احنا على الجماعه على الجماعه دي. وبالمناسبه الصراع ده صراع قديم، يعني في السبعينات هتشوف شكري مصطفى نفسه كلف عمل فرق لاغتيال المنوئين لي من داخل الجماعة، من داخل الجماعة، من داخل جماعته. عمل فرقة بقادة واحد اسمه رفعت، وقبلك وكان رفعت ده رفعت ده كان ضابط شرطة مش فاكر، لكن اعتقد انه لا يعني ده غير يعني هو واحد من قيادات جماعته. هو كان شكري اي لا يقبل ان رفعت ابو دلال رفعت لا يبقى ده مش ده الزبط. كان شكري يرفض اي مناقشه لي او اعتراض على رايه او بتاع، وهو اللي قتلهم دول، هم لمجرد اختلاف معاه في الراي. طبعا شكري كان يكفر بالمعصيه وبيستدل بايه قرانيه: بلا من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خلدون. ولك القران قال اللي يكسب سيئه يبقى في النار، يبقى ده كافر. اي واحد يعمل معصيه يبقى كافر. مره واحد تكفير بيكلمني في الموضوع ده يقول لي بتاع، فانت بتاع، قلت له طيب ما الرسول قال الايمان بضع وسبعون شعبه، اعلاها لا اله الا الله، وادناها اماطه الاذى عن الطريق. يعني اماطه الاذى عن الطريق دي شعبه من شعب الايمان، لو انت نقضتها تكفر، يبقى انت عليك انك انت كل الزباله اللي في الشوارع تلمها والا تنقض تروح النار واخد بالك. فواقف مش عارف يرد فهو وطبعا غير مؤمنين بالاذان ولا بالعصر بالصحابه فكر جماعه شكري. طيب احنا نيجي لشكري طيب. بس انا هاخد حضرتك من هذه الصوره اللي انت بترسمها، انه هذه الجماعات جماعات تتصارع على مناطق نفوذ، على الإمامة، على تكبيرات العيد، على التمويل، إلى شهادتك إنه لأنك اقتربت ورأيت. وإحنا بادئين يعني إحنا مش قادرين نرجع لداعش دلوقتي بيموتوا بعض إزاي على البرد والقاعدة. ما هو أنا يعني كما فتحنا بدا هنرجع للخلاف بين هذه الجماعات الآن. من 50 سنة نصف قرن، بداية المرحلة دي كانت في الفنية العسكرية، تنظيم صالح سرية اللي هو انت كان تقريبا بعد شهور من انتصار اكتوبر، وبعد ما الرئيس السادات كان خلاص اتفق مع الاخوان وادى مساحة يعني الاسلاميين ان هم يشتغلوا، فاذا بينا نلاقي تنظيم صالح سرية اللي هو كان متفق مع الإخوان بشكل أو بآخر بيخطط لقتل قلب نظام الحكم واغتيال الرئيس السادات. أنت يعني شفت ناس من التنظيم الفني العسكري مش كده؟ ده صحيح. احنا عاوزين نقول إن هو طبعا الإخوان في بنائها الثاني في فترة السبعينات بعد 65 وغيره وعبد الفتاح اسماعيل وتشكيله للتنظيم، وبعد كده سيد قطب وخروجه، وبعد كده التنظيم يعدم سيد قطب وعبد الفتاح اسماعيل اللي هو والد نجيب عبد الفتاح اسماعيل هيبقى يودي دور بعد كده هنشوفه بعد كده، وهنطلع في اخو اسماعيل اللي هو عمل التوقف علي التبين. عبد اسماعيل علي عبد اسماعيل علي عبد اسماعيل هيطلع هيعمل التوقف التبين وهيطلع هو علي عبد اسماعيل هيعمل الفني العسكري. علي عبد اسماعيل هيطلع ويروح لزينب الغزالي ويلتقي بطلال الانصاري وكارم الاناضولي، وكارم الاناضولي كان عنده مشكله نفسيه داخل كليه الفنيه العسكريه مع احد الضباط، وهو كان طالب في كليه الفنيه العسكريه، وبيجي صالح سريه يجي لنا برضه من العراق
وفلسطيني راح العراق وبعدين جاء مصر. طب وكان منتمي لحزب التحرير وجاي على هو مراته، فزينب الغزالي بتستقبلهم وهم ظروفهم كانت الماديه صعبه، كانت بتدي لهم هي حتى التموين بتاعها سكنتهم جنبها، وهو صالح بيعرض عليها انه يعمل تنظيم، بتقول له رحت ماليش دعوه يعني شوف. فطبعا تدي له فسحه يعني اجازه وبتقابله بالمرشد حسن الهضيبي وقتها في البيت بتاعه. والهضيبي يقول له والله احنا يعني لا معاك ولا ضدك، احنا يعني براحتك يعني لو نجحت احنا معاك. يعني الوقائع اللي بعد كده قالها طلال الانصاري في كتابه طلال الانصاري انه صالح سريه عرض خطه الفنيه العسكريه وخطه التنظيم بتاعه وقلب نظام الحكم واعلان نفسه رئيس على حسن الهضيبي، وحسن الهضيبي اقرها بمنطق انه اذا نجحت فنحن معك واذا فشلت فنحن طبعا لا نعرفك. بس طبعا راح على عبد اسماعيل والتقى بطلال الانصاري، وطلال الانصاري حكى ده في مذكراته وقال الشهاده بالضبط وازاي قعدوا مع حسن الهضيبي، وحتى لما هي حصلت مواجهه بينه وبين زينب الغزالي داخل التحقيقات في امن الدوله هي ضربته بالقلم، قالت له انت مش راجل، ضربت طلال. لما هو قال لها لا انت كنت معانا وحصل كذا كذا والاخوان هم لان هم جميعا انكروا صالح سري، انكروا صالح سري في بيانات رسميه بعد كده، لكن هم كان التنظيم تبع الاخوان المسلمين قلبا يعني اول محاوله او اول عمليه عنف بعد خروجهم من السجن في السبعينات كانت الاخوان ضالعه في هذه القطعه. انت شفت مين من انا قابلت طبعا حسن السحيمي، قابلت طلال الانصاري. حسن السحيمي توفى في حادثه عربيه في اسكندريه وانشق عن الفنيه العسكريه وحكى لي ما حدث كله يعني. طلال الانصاري تحول الى جماعه تكفير داخل السجن تبع شكري مصطفى، صحيح، حتى لما شكري مصطفى خطفوا الذهب كانوا حاطين الشروط بتاعتهم الافراج عن طلال الانصاري من ضمن الشروط الافراج عن طلال الانصاري، وده كان شيء غريب جدا. وطلال الانصاري كان محكوم عليه بالاعدام وتم تخفيف الحكم بوساطه يمكن من نجيب محفوظ وعادل امام، وساطه عادل امام خفف عنه لانه كان يعرف صديق ابوه كان شاعر معروف. طب انا اسالك على شهاده طلال الانصاري، يعني طلال الانصاري كان واحد من اعضاء الفنيه العسكريه وزي ما حضرتك قلت بعد كده يعني تكفيري ومع شكري مصطفى، وبعدين في سنواته الاخيره طلع عمل شهاده مهمه جدا طبعا واللي اثبت فيها او اكد فيها على انه الاخوان هم اللي كانوا او يعني متورطين في محاوله الانقلاب على السادات بعد ما تصالح معهم بعد شهور من نصر اكتوبر. وقتها قيل انه هذه الشهاده مدفوعه، يعني ان هو دفع طلال الانصاري ليها. انت شفته هو يدفع ليه؟ الراجل في اخر ايامه عمل شهادته وبيقدمها للتاريخ، ما مش راغب منها من وراها فلوس ولا راغب من وراها حاجه، راجل قدمها للتاريخ وجايب مستندات وجايب وثائق واتكلم عن محمد سعيد بتاع اسكندريه ودور السلفيين في التنظيم وما حدث داخل الفنيه العسكريه وليه التنظيم فشل، كل هذا الكلام قاله في الشهاده بتاعته. طبعا هم يعني لما قعدت انا مع حسن السحيمي حكى لي قال لي ان احنا كنا ساذجين اتضحك عليهم، اتكلم على تنظيم من 200 واحد وطلبة صغيرين عايز يسيطر على مصر يعني طلبة مدنيين وطلبة جوه الفنية العسكرية. السذاجة بتاعتهم ان احنا في اجتماع الاتحاد الاشتراكي في الفنية العسكرية نروح نحاصر الفنية العسكرية طلبة من الداخل وناس من الخارج ونسيطر على رئيس السادات وقيادة الدولة وبعد كده نعلن قيام الدولة الإسلامية. هذه الدولة المصرية الكبيرة هو متصور بسذاجة انه لو سيطر على القيادة سيطر على الدولة. فقال لك من سذاجتنا كمان ان احنا ما عندناش كمان افكار ان احنا ايه، كان في الفتره دي يقول لك ايه يعني هم قال لك احنا قتل العسكري حرام تمام، فانا مش هقدر اقتل العساكر بتوع الفنيه العسكريه، اعمل ايه لما اسيطر عليهم اخدرهم واكتفهم كويس، ففي واحد فلت فبلغ يعني هو الحكايه كمان يمكن في روايه تانية انه الجاتوه اللي هم كانوا حاطين فيه المخدر هم زودوا المخدر شويه فبقى طعمه مر فالعساكر ما كلوهوش ففشل الموضوع. واحد بلغ وواحد كمان من الحاضرين معهم اللي هو هيرجع يعمل كتاب هاتف الخلافة بعد كده اللي هو طلع السعودية هفتكر اسمه دلوقتي، طلع راح بلغ الأمن حتى ما كانوش مصدقين وبعد كده جم ومسكوا التنظيم بالكامل. فاحنا بنتكلم عن ناس ساذجين جدا بيقول لك، فجات الجماعات اللي فيما بعد استوعبت تجربه الفنيه العسكريه قالت لك لا طب واحنا نكتف العساكر بعد كده، لا ده احنا لازم نخترع لها اختراعه
فالموضوع ده قتل العساكر. فكان ايه الاختراع؟ الاختراع بقى قتال ابو بكر لمنيع الزكاه. بالظبط. قتال ابو بكر يعني استدعوا هذا الظرف التاريخي عشان يستحلوا قتل العساكر. عشان يستحق بعد كده. ما انا مش شغله خطا الفنانه العسكريه. لا انا هشوف لها مخرج. ايه المخرج بقى؟ قال لك ما ابو بكر قتل المرتدين. المرتدين كلهم مش كلهم كفره، كلهم فيهم جزء مسلمين اللي هم منعوا الزكاه كسلا. اللي هو مالك بن نويره وفي الطائف. فهم استدعوا الموقف ليك عشان يقتلوا العساكر. احنا نقاتل. طيب هاخد من حضرتك يعني كلمه واضحه. يعني شهادتك على الشهادة اللي عملها طلال الأنصاري اللي قال فيها إنه الإخوان كانوا ضالعين في التآمر على الرئيس السادات في 74، أنت تطمئن إلى إنه هذه الشهادة صحيحة؟ ألف في المئة صحيحة. تمام. طيب خلينا نتوقف هنا ونطلع فاصل نستكمل فيه هذه الشهادة التي نوثقها للكاتب الصحفي والباحث في الحركات الإسلامية الأستاذ ماهر فرغلي على نصف قرن من العنف بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. نستكمل سويا توثيق هذه الشهادة للكاتب والباحث الكبير الأستاذ ماهر فرغلي على نصف قرن من العنف في مصر. أستاذ ماهر، خلال حديثك في الجزء الأول من يعني هذه الشهادة تكرر كتير اسم طه السماوي، أو كما اختار هو أن يلقب بعبد الله السماوي، وانت اقتربت من عبد الله السماوي، وناس كتير يمكن ما تعرفش انه بينظر ليه داخل الحركات يعني المسمى بالإسلامية بانه الاب الروحي لهذه الحركات، وتقريبا لم يدخل احد من القيادات للجماعة الإسلامية او الجهاد الا مر على عبد الله السماوي. طبعا مين هذا الرجل وشهادتك عليه؟ طبعا عبد الله السماوي سجن مع الاخوان في 65، كان من اصغر الناس سنا، هو وشكري مصطفى داخل السجن مع الاخوان. حظهم المنكوب ان هم سجنوا هم الاثنين لما حطهم في الزنزانه مع القطبيين. فقعدوا مع علي عبد اسماعيل. وعلي عبد اسماعيل راح مخترع فكره التوقف والتبين. ان يعني ايه الفكره ببساطه شديده؟ ان الناس الدوله دي مش اسلاميه، اذا شعبها ما نقدرش نحكم عليه انهم مسلمين او كفار ولا كفار. فلازم اتوقف ما احكمش الا لما اتبين من الشخص هو مسلم ولا كافر. طب اتبين ازاي؟ نساله سؤال واحد. انت كافر بالطاغوت؟ طب انا امي ما تفهمش كلمه الطاغوت ولا ابويا ولا بتاع. بقول لك اشرح له. الطاغوت كل ما يعبد من دون اللي انت كافر بيقول له. طب كافر بالحاكم ده لازم اللي هو ابسين من الناس اي حاكم. يقول له لو قال له كافر يبقى مسلم. قال له مش كافر يبقى كافر. وقتها كان بيتكلم على عبد الناصر. عبد الناصر وفيما بعد رؤساء مصر كله. فطبعا الفكره دي علي عبد اسماعيل فيما بعد تراجع عنها. فشكري مصطفى كفره ولم يتنازل عن الفكرة، وطه السماوي كفره ولم يتنازل عن الفكرة. وكلا الاثنين طلعوا من السجن، كل واحد فيهم شكل تنظيم. شكر مصطفى شكل تنظيم التكفير والهجرة اللي كان مسميه جماعة المسلمين. والتالي برضو شكل اسمها جماعة المسلمين بالمناسبة الاثنين. يعني كان عندنا جماعتين مسلمين. جماعة المسلمين واحدة بتاعت طه السماوي وواحدة بتاعت السادات. السماوي كانوا احنا بيطلقوا على اتباعه السماويين. السماويين نسبة ليه هو. ليه هو. الجماعة كلها متمحورة حوالين نفسه. وبعدين كان يقول لاتباعه، انا حكى لي واحد من اتباعهم يعني من اتباعه هو كان اسمه جمال، فقال لي جه في مره امرنا ان احنا نهاجر الى حته اسمها الصالحيه، ارض في الصالحيه. وقال لك نهاجر من المجتمع نقعد هناك. ولما نقعد هناك هنقعد في مجتمع مسلم بقى، ناسس مجتمع مسلم. هم احنا اللي عاملينه مع نفسنا. ونتجوز ونخلف وبعد كده نعمل هجره، نهاجر من المجتمع المسلم ده، نعمل هجوم غزو يعني زي بدر. هو عاوز يقتبس من السيره النبويه نفس المراحل. يعني يأسس هو المجتمع اللي هو شايفه مسلم لهجرة الحبشة لهجرة المدينة، ويأسس المجتمع المسلم، بعد كده يبدأ الغزوات ويهجم على المجتمع الجاي. ده كانت فكرته ساذجة جدا. وبعدين يقول لك يروح عامل حاجة اسمها البذل.
ايه البذل ده؟ البذل ده اللي هو التمويل يعني اشتراك يعني الاشتراك مسميه هو البذل وماسك بيت المال هو بنفسه عامل بيت مال وانا اعرف ان هو كان عامل كشكول بيكتب فيه الاسماء اللي بالناس اللي بتعمل له البذل ده وعامل كل اللي ولازم البيعه يعني انت ما تبقاش عضو في التنظيم الا ما تعمل بيعه وتبايعه ان هو امير هذا التنظيم فكان كل اللي بايعه يكتب اسمه في الكشكول ويجي الامن يدخل على البيت عنده ياخد الكشكول ويروح قابضه على كل الناس كل الاعضاء التنظيم اعضاء التنظيم وجي ضربت في دماغه ان هو يحرم التعليم فحرم التعليم كل اتباعه يقول لك ما تدخلش المدارس بعد شويه يعني تطور وتقدم شويه انا اعتقد انه يعني واحد من ابرز تلاميذه منتصر الزيات منتصر كل اغلب خالد الاسطنبولي كان من تلاميذه من تلاميذه برضه واخد بالك قدام انا شخصيا وقال لي انا شخصيا قال لي انا خالد الاسطنبولي من تلاميذه ده طه قال لك قال لي انا شخصيا قال لي خالد الاسطنبولي من تلاميذه ما كنت سالته فهو كان يتكلم كان ميزته هو يتكلم لغه عربيه فصحى بطلاقه ولا يتكلم العاميه خالص وكان جذاب في كلامه اللغه العربيه وكان شاعر وكان وبرضه شكر كان شاعر بالمناسبة بس انا هقول لحضرتك على حاجة يعني طه السماوي انا بشعر انه هو كان بيعاني من يعني حالة ايه انه كان مفروض يعني انه يستاهل اكتر من كده اكتر حب الظهور وانه يعني انه هو كان طول الوقت مش عايز يعني اتحدث بما لا اعرف يعني لكن كنت بشوف انه عنده حالة من الحقد والحسد على قيادات الجماعات دي كل الجماعات. لان هو كان مفروض يبقى هو الرمز الكبير. اهم واحد فيهم بس هو ما كانش كده وطبعا هو الراجل عمل جماعه كبيره كان مركزها عندنا في البلد وضربت في دماغه يضرب انديه الفيديو وقال لك دي القضيه الشهيره ان انا احرق انديه الفيديو طب يا عم تحرقها طب ما هي فيديوهات تانية تيجي على اساس انه الافلام دي فسق وفجور وفجور وكلام زي كده وبالفعل حرقوا كام نادي فيديو كده وتم القاعه اتعملت له قضيه وكان هو تم رفض شو انكر تماما في التحقيقات انه يعرف الناس دي لا كالمعتاد يعني. لا كالمعتاد هو بيجيز الكذب على المرتدين يبيحوا الكذب دي معركه دي معركه مع نظام كافر فانا اكذب فهو دائما صرف النظر بقى ان الكذب ده حرام ولا مش حلال يا راجل ده زينب الغزالي مكتوب على كتابها اللي مذكرات زينب الغزالي كلام خارج عن اطار العقل دخلوا عليا الكلاب في الزنزانه كلاب ايه ده سيد قطب عمل كتاب زلال القران وهو جوسي هو في السجن صحيح وعن في الطريق وده علي عبد اسمه فتاح اسماعيل رايح عشان ياسس تنظيم 65 ويبيعه راح له السجن زياره صحيح حاجه غريبه تقوله بتاعه كلابه بتاعه فبعد وتبين فيما بعد ان يوسف ندى في حوار شهير قال لك انا اللي كتبت كتاب زينب الغزالي صحيح ده اعترف بيه لابو العلماط ابو العلماط مش شيء كمان فبيجيزه الكذب فهو طبعا الراجل انكر هذا الكلام كله وبعد كده طلع من السجن بدا يهدى شويه يخوض غمار التجربه الحزبيه اللي كان بيكفرها كان في حزب العمل وقال لك لا العمل الحزبي حلال وبتاع وكلام زي كده وبدا المهم ان هو يظهر ويطفو على السطح لغايه ما توفى طه السماوي طب انا هاخدك من طه السماوي لعمر عبد الرحمن لانه الحقيقه كان فيه زي ما تقول كده انه هو تحديدا بعد ما الجماعة الإسلامية اختارت عمر عبد الرحمن انه يبقى أمير للجماعة او يعني يبقى المرجعية الأساسية طه السماوي كان شايف انه هو الأحق بذلك لكن هم فضلوا عمر عبد الرحمن لانه استاذ في الجامعة وهو الراجل مكملش تعليمه فعمر عبد الرحمن انت يعني برضو كيف ترى كان يلبس العمامة الأزهرية هم فضلوا ده هو كان بيلبس العمامة الأزهرية هم فضلوا من المنظر ده احنا عاوزين واحد بهذا الشكل ثانيا هو ضرير واحنا لا نتحرك بالجماعه مش هتدخل لكن السماوي كان يحط مناخيره في كل شيء فلكن ده الراجل مش شايف مش متابع هو بيدي خطب وبيلففوه على المراكز والمحافظات وجي عندنا البلد بالمناسبه وعمل سمعته هناك شفته هناك شخص وكان ليا زميل ملتحي اسمه محروس وكان عاوز يدخل كليه التربيه الرياضيه ففي كليه التربيه الرياضيه في جامعه المنيا لا تشترط اللحيه لازم يحلق زي النظام العسكري فهو عاوز ياخد فتوى من عمر عبد الرحمن انه يحلق دقن فساعتها رحت انا مع محروس ده وراح له عند العربيه استفتيه يعني انتوا رحتوا له الفيوم لا في بعد اللقاء لما جالكوا البلد فراح قال له لا حرام ما تدخلش كليه التربيه الرياضيه ما دخلوش
بالفعل يعني. فكان متشدد جدا، وكان هم بيستخدموه عشان هو مش ضرير يعني. وفاكر انا كويس جدا حتى في المراجعات وقف العنف المبادرة اللي بعد 2001 سألت محمود شعيب لأحد من قيادات أسيوط في الجماعة الإسلامية، الجماعة الإسلامية، فأقول له عمر الكتب اللي انتوا بتعملوه كنت تعملوها دي ومكتوب عليها إشراف عمر عبد الرحمن، قال لا دي زمان زمان قال ما كانش بيقراها وكناش نوريها له أصلا، أحطوا اسمه بس بس اسمه بس كده ويقتلوا باسم الكتب لأنه عمر عبد الرحمن هو اللي واخد بالك. فالراجل يعني ده دوره، ده استخدموه بهذا الشكل ومارسوا العنف وقتل الشرطة فترة التسعينات وضرب السياحة. ده مش معناه ان هو مش مؤيد، هو بيدي كلام عام بالظبط، وهو ده اللي خرج بيه من قضية السادات عام. هو قال انا سئلت سئلت لكن لكن ما قلتش يقتلوا السادات يقتلوا، فكلام ده عام ده الموضوع. طب يعني برضو ايه على الخلافات الخلافات اللي بتحصل، كانت في معركة شهيرة بعد في قضية بعد اغتيال السادات اللي هي قضية الأسير والضرير. نعم الأسير والضرير كانت في السجون، ضارب في السجون الأسير هو عبود الزمر والضرير عمر عبد الرحمن. مين اللي حق بقى من حق بالقيادة يعني. من حق بالقيادة، من حق بالإمامة. فهم جابوا أدلة فقهية من التراث أن الأسير ما ينفعش يكون أمير. تمام. والتانيين جابوا أنه ده الضرير ناقص الأهلية من التراث. من التراث ناقص الأهلية ما ينفعش يكون أمير. فاختلفوا مع بعض. وساعتها أنا مش فاكر للأسف القصيدة دلوقتي، أيمن الظاهر ألف قصيدة أخي لا تبالي مش عارف إيه، عاوز الرجل يلمهم يعني يلمهم على بعض أيمن الظاهري، وفشل في ذلك. فأصبح عبود الزمر أمير تنظيم الجهاد، وأصبح عمر عبد الرحمن أمير الجماعة الإسلامية. وخرجوا فيما بعده في سنة 95 عبود الزمر بيترك تنظيم الجهاد اللي هو الأسير وبينضم للجماعة الإسلامية ويصبح عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية ويشارك في كل أعمال الجماعة الإسلامية في العنف. فأنت الأسير والضرير دي صراع ضخم جدا واستمر ووصل لغاية أفغانستان. وهل عمر عبد الرحمن يحق، وهل ينفع ان هو ينضم لينا، هل ينفع ننضم تحت جناحه بهذا الشكل من الخلافة بهذا الشكل. طيب واحنا بنتكلم على طه السماوي كنت بتتكلم على انه هو وشكري مصطفى يعني كانوا رفاق في السجن، طلعوا وكونوا جماعتين اللي هو كل واحد سماه جماعة المسلمين. شكري مصطفى شخص اعتقد انه يستحق التوقف عنه طبعا وعند تجربته طبعا. شكري مصطفى شاب صغير تعرض لمشكله اجتماعيه ضخمه جدا. ابوه كان من كبار القريه بتاعته، غني جدا، لكنه طلق امه وتزوج راقصه من مدينه ابو قرقاص في المنيا، وكانت المنيا واسيوط محافظه واحده. فحصلت له صدمة كبيرة جدا. ففر راح عند امه، فامه كانت متزوجة عمدة. فكان بيضرب امه قدامه كتير جدا. العمدة ده. ويعتدي عليها. فهو ترك البيت. فراح عند اخته المتزوجة. عاش معها اخته دي اللي هي ام واحد قعد معاه بعد كده اللي هو في القضية بعد كده اللي هي بقى مفتي الجماعة. ده كان سره كله. سره فراح عاش عند اخته. فطبعا تخيل هذه الحياة. يعني احنا قدام شخصية نتاج مجموعة من العقد النفسية والعقد النفسية الاجتماعية فيطلعها على المجتمع يطلعها على المجتمع كده. ده لسه كمان هيروح أسيوط كلية زراعة يبقى في أولى كلية فيروح يسكن في سكن خارج الجامعة فحظه المنكوب يسكن عند واحد من الإخوان ده اللي هو خالد زعفران. لا مش خالد الزعفران ده احنا لسه في أسيوط. احنا لسه في أسيوط. خالد الزعفراني في القاهرة. في القاهرة. تمام. فراح سكن عند الراجل ده وهناك شاف بنت الراجل فحبها تعلق بيها تمام وصاحب اخوها. هو هنا حتى هذه اللحظه ملوش علاقه ملوش بالجماعات. بالجماعات خالص، بس هو حب البنت اللي هي بنت الراجل الاخواني ده. كان يكتب فيها شعر في ديوان، عمل لها ديوان. فحب البنت دي جدا واخوها تم القبض عليها وابوها في 65 65. فلما الولد جوه حققوا معاه تعرف مين؟ قال له ما اعرف شكري.
فمسكوا شكري فجابوا شكري فجابوا شكري فدخل مع القطبيين وعلي عبد اسماعيل وهو صغير. كل الناس في الزنزانه اخواني الطبقيه عند الاخوان في زيارات بتيجي الاخوان اكل بقى والناس الاخوان دايما معهم فلوس شكري والسماوي الاثنين فقراء ما لهمش حد بيجي لهم ولا يجيب لهم لا اكل ولا لبس في السجن. الاخوان المسلمين مش بيدوهم حاجه لانه مش تبع التنظيم اصلا وكانوا بيتعالوا عليهم فبداوا ينقموا على جماعه الاخوان جدا. دي عقدة جديدة هي. عقدة جديدة. فهو عجبته فكرة علي عبد اسماعيل والتوقف التباين. فلما جاله الضابط اللي هو اسمه سلوه كده ويتكلمه وبتاع قال له انت كافر. يا ابني ازاي ده كلهم سابوا الفكر وانت ما زلت توقف. قال له ايوه انت كافر. فاصبح متشدد وحس ان هو في مقولة في الادبيات الجماعات انه الجمله بتاعت ان هما لما كانوا طالبين انه يعملوا اعتذار لعبد الناصر عشان يطلعوا ففي ناس بتنسب لشكري كلمه انه لما الضابط راح له فقال له انت كافر وعبد الناصر اللي بعتك كافر. في ناس تانيين قالوا لا انه السماوي هو اللي قالها فيعني لا هو شكري هو شكري اللي قالها شكري لا هو كان السماوي مع شكري على طول وكانوا سرهم مع بعض في سن واحد 19 سنه 20 سنه في الفتره دي وكبروا في السجن وطلعوا كل واحد فيهم برضه. هو لما طلع كمان راح عند اخته وابن اخته عاش معاهم برضو تاني لكن كان بيتم استدعائه الفتره دي امنيا فالضابط حظه ان الضابط بيستدعيه كل اسبوع فهو عرف من الحكايه دي وراح فر لاسيوط هو وابن اخته وراحوا بدا يشكل الجماعه بقى وطلع عمل معسكر عندنا في البلد في ملوي في قريه اسمها الروضه يتدرب فيها وعلى يحيى هاشم بالمناسبه راح برضو نفس القريه في الجبل ده احنا نيجي لقصه يحيى هاشم لانه ده لوحده فهم وحصل اشتباك ومسكوهم وطلع افرجوا عنه ساعتها وبرضه كمل بناء التنظيم تاني. عجبته الحكايه فلوس بذل بيت مال بعد كده الزواج ما الحكومه كافره يبقى انا المأذون. فكان شكر ده يعني يتزوج عادي يعني يتزوج. انا اعرف انه كان في يعني في زوجات بياخدوهم يضموهم للجماعه وهم على ذمه ازواجهم وبعدين يطلقهم ويجوزهم لاتباعه. انا قابلت واحد من الفيوم بدون عده يعني انا قابلت واحد من الفيوم تزوج واحده واختها واختها شقيقتها باعتبار بعد ما تزوج الاولى قال لي ده كفرت فانا راح متجوز الثانيه وساب دي وراح متجوز دي. فتم القبض عليه حطوه في السجن عشان القصه دي مش عشان قصه ان هو بس هو كان تبع شوق الشيخ دي جماعة لسانه فتبقى جماعة شوق الشيخ فهو دي عندهم ده عنده مشكلة هو دلوقتي يجوز ليه ان هو مش المأزون لو دخل مأزون تبع نظام الدولة فكافر. البطاقة الشخصية ما يطلعهاش لانه لو طلع بطاقة شخصية بيعترف بالدستور بقوانين الدولة يبقى كافر. قوانين المرور الدولة اللي حطاها الدولة كافرة يبقى قوانين المرور كفر واللي هيمشي عليها يبقى كافر. بص سلسلة ممتدة من كل الأشياء. فهو دلوقتي هو المأذون بنفسه هو اللي بيحكم ويقول لك دي كافرة ودي مسلمة ودي بتاع مش عارف ايه فتزوج. لكن انا طبعا انا ما شاهدت زوجاته لكن انا لما هو زوجته عايشة وابنه كبر دلوقتي عايش شكري ابن شكري وسمعت له انا مره مدخله في قناه الاخوان بيدافع عن ابوه ورحت انا عملت تحقيق صحفي كده لواحد اسمه عصام الصبابطي ورحت له وما كانش يعرفني قوي والحمد لله كمل منيا ورحت ومتزوج زوجة شكري فرحت له قلت له أنا عاوز أعرف معلومات عن شكري وبتاعه وفي إطار التحقيق عن شكري شخصيته يعني فدافع عنه دفاع مستميت وقال لي ده راجل كان رائع وراجل جميل الناس ما فهمتوش كويس وكان مؤدب وكان خلوق بالمناسبة كان هادي لكن قاتل. ما هي دي المشكلة وأنا سمع لأنه يبدو أنه مجموعة العقد النفسية والشخصية من المرحوم خالد الزعفراني قال لي أنا شخصية ما هو اول قصه بتاعت خالد بقى قصه خالد لانه خالد الزعفراني ودي نقطه خلينا نوثق بيها علاقه شكري بالاخوان. انا مسجل لخالد الزعفراني لانه خالد الزعفراني عنده قصه روايه مهمه جدا لانه عاش معاه لما راح يسال قيادات الاخوان عن شكري مصطفى وتحديدا مصطفى مشهور فمصطفى مشهور اثنى على شكري مصطفى فهنا العلاقه بين شكري مصطفى كقائد هذه كان واحد الجماعه منهم التكفيريه والاخوان واحد منهم عاش معاهم في السجون بيشغل الدوله عن الاخوان المسلمين. عن الاخوان دي كانت مهمه لكل الجماعات عندهم خليه. وبعدين مصطفى مشهور كان قطبي يعني قطبي القطبيه والجاليه لكن مبطن جواه
حكايه السلميه والقصه دي دي قصه مش حقيقيه. واخبرك القطبيين في الاخوان انقسموا جزئين، قسم جوه الجماعه اللي هم سيطروا على الجماعه الى محمد بديع تمام، هم الصقور دول وقسم اللي هو طلع عبد المجيد الشاذلي واللي عملوا جماعه القطبيين في دمياط واسكندريه. فدول جزئين، الجزء ده كان جوه الاخوان وقال لك لا انا هعمل تنظيم لوحدي، الجزء ده جوه الاخوان لا خلينا نسيطر على جماعه الاخوان وسيطروا عليها بالفعل. واخبرك طيب، فاذا باعتراف جماعه الاخوان ان شكري مصطفى كان منهم. كان منهم طبعا، وانه يعني كان واحد منهم، كانوا بيعملوه وحش لكن هو كان واحد منهم. هو شكل كتيبه اغتيالات بقياده رفعت ابو دلاله، ورفعت ابو دلاله يرجع ينشق عنه بعد كده، وراح اغتال حسن الهلاوي، وحسن الهلاوي الوحيد اللي نظر وانتصر عليه. ما هو امر يعني بامر بقتله بسبب ده، بسبب ده ما عرفش يناظر حسن الهلاوي لانه كان هو ذكي في المناظرات، كان شرس جدا وكان ذكي ما عرفش حد يغلبه. فلما قعد قدام حسن، وللاسف المناظره دي كانت عندي وضاعت مني، كانت مسجله على كاسيت ما بين شكري وحسن، ما بين شكري وحسن الهلاوي، ودي مهمه جدا كانت في شريطين. وحسن الهلاوي في هذه المناظره لما انتصر امرهم ان يقتلوه، وكان الشيخ الذهبي كتب عن جماعه التكفير رد عليها فامرهم انهم يقتلوه. لا انا عايز اسالك عن عن المساله دي، لانه في كلام كتير على انه شكري مصطفى امر بخطف الشيخ الذهبي وقتله مش لمجرد انه هو يعني فند افكار جماعه التكفير والهجره، ولكن انه جرؤ للهجوم على شكري مصطفى. يعني هو كان شكري شخص بينتقم لنفسه اكتر من اللي بينتقم للفكره، كان عنده عزه. فانا عايز رايك في الحكايه دي. يعني يعني فكره خطفه للشيخ الذهبي وقتله كان انتقام لشخصه، انه ازاي يجرؤ يعني عالم او يجرؤ حد انه يهاجمه او ينتقم. هو شخصيته اللي انا سمعتها من كل من جلس معاه، انا عشان احقق في شخصيه شكر دي قعدت مع صفوت الزيني وحتى هذه اللحظة يعني راجل على قيد الحياة، وكان الرجل الثالث في الجماعة. ورحت لعصام الصبابط ده اللي راجل في المينة اللي بقول لك عليه، وعدد كبير من أفراد الجماعة، وكان منهم خالد الزعفراني برضه. فهو كان شايف نفسه مش هو واحد رئيس جماعة، المهدي. المهدي، هو مهدي الأمة. وهو أعتقد أنه كان صنع باللغة الحديثة يعني اللوك بتاعه ده، الشعر والبتاع، يعني في شويه من هاله تاثير فكره المهدي دي، لان دي الصوره الذهنيه اللي هي طلع بيها الحسين والشعر وشعره طويل ويفرق شعره من النص وليه لبس معين والكحله في عينه وهو المهدي اللي هيبعث الامه من جديد. لدرجه حتى لما اتحكم عليه بالاعدام صفوت الزيني قال لي اللي هو قال لنا راجعوا ما انتم عليه، طالما هتعدم يبقى كده مش انا المهدي، راجعوا ما انتم عشان المهدي، عشان المهدي راجعوا ما انتم عليه. قال لك فرجعنا نفسنا، كل الجماعه تركت الفكر ما عدا نفرين. بس ده كده مجنون. كان خارق الذكاء ومجنون في ذات الوقت. غريب جدا. فدي كانت طباعه. خالد الزعفراني وانا مسجله الكلام ده قال لي مره كنا قاعدين على كوبري في القاهره، يعني ده بتاع المعزه، بتاع المعزه ومعديه معزه حته على الترعه كده وبتاع وبعدين فهو ضربها برجله، فقال له خالد، قال له يا راجل يعني قول لها كذا بهدوء يعني. قال له يا اخي يا ريت كان ليا نفس مش يائسه زيك. نفسه يائسه، شخص محطم، شخص يائس، شخص شايف المجتمع بمنظار اسود، شكري مصطفى. وفي ذات الوقت هو خارق الذكاء، حافظ كتب التراث صم، راجع المحاكمه بتاعته والشهاده بتاعته عن نفسه، دفاعه عن فكره، دفاع غريب في اصول الفقه، حافظ كتب اصول الفقه، غريب جدا. لكن هي مشكله في تفسيراته، في الفهم، في الفهم طبعا. يعني انت قدام واحد يحفظ النصوص لكن فهمه ليها فهم ضال ومضلل، وبدليل النهايه اللي انتهى ليها طبعا. لما حسن الهلاوي عمل ده وراح قدام النيابه ومسكوا شكري، حسن الهلاوي مين اللي ضربك ومين اللي عمل لك كده؟ شكري والمعاه ورفعت؟ قال لهم لا. فدي اثرت في نفس شكري. قال لك ده يعني احنا شوف كنا هنموته والراجل ما اعترفش علينا، فايه فخلاص يعني مش هنموت حد تاني، مش هنضرب حد يعني من الناس اللي هم المنشقين دول، مش ترك حكايه المنشقين. وقصه الذهبي تورط هو فيها بقى الامور، خدته لاختيار يعني زي ما بيقولوا خدته الجلاله لحد جلالة السياق ده لغايه ما خطفه الشيخ الذهبي، وعن طريق اعتراف واحد جوه السجن وصلوا المكان اللي هو كان في الهرم، في احد شوارع الهرم يعني، وكان قتلوه، كان قتلوا الضابط اللي هو احمد طارق عبد العليم.
ايوه احمد طارق عبد العليم ده كان ضابط شرطه صحيح. وبالمناسبه كان تابع السماوي. يعني شوف العلاقه، يعني احمد طارق عبد العليم في بدايته خالص مع السماوي، ودخلوا فجاه على السماوي عشان يشوفوا الاجتماع احد الاجتماعات في شقه، فلقيوا احمد طارق عبد العليم. ازاي انت ضابط شرطه وازاي انت مع السماوي؟ بداوا يتتبعوه فوجدوه يعني عنده مرض كده نفسي او مش عاوز اقول لك شذوذ او حاجه، فاقلوه من الشرطه واخد بالك، فدي اثرت في نفسيته جدا وانضم لشكر مصطفى. شكر مصطفى، شكر مصطفى. طيب انا من الملاحظه ان احنا قدام اقرب الى شبكه يعني كلهم مرتبطين ببعض وكلهم بيسلموا لبعض. طيب خلينا نتوقف عند النقطه دي، عن شهادتك على شكر مصطفى. اتكلمنا على عمر عبد الرحمن، وكلمنا على طه السماوي، وكلمنا على صالح سريه. هناك شخصيات اخرى وجماعات اخرى اعتقد كانت متورطه في احداث عنف، وعنف موجه للناس وتضييق على الناس في حياتهم وتكفيرهم، ويعني النظر لكل شيء انه حرام. بس خلينا نستكمل هذه الشهاده في الحلقه القادمه. اشكرك جدا الكاتب والباحث الكبير الاستاذ ماهر فرغلي، وشكرا لحضراتكم. حديثك عن الشخصيات بيفيد كتير جدا في رسم صورة أو خريطة لهذه الحركة. اختلفوا كجماعات متنازعة على الفكر نفسه. حرب عصابات. حرب عصابات. كنت بنزل التحرير أدخل لهم على الخيم وأشوف. بعد 25 يناير إيه اللي تغير؟ هزمون انبثقت من أفكاره اللي هو كان بيقولها في كلماته. اللجان النوعية دي كانت باب من أبواب الجحيم اللي فتح على مصر. أتباعه كلهم غالبيتهم أميين، ده الكماليين انتقوا محمود عزت فأبلغوا عنه. إزاي أعمل هذه المجموعات وهذه المجموعات تبقى زياب منفردة وخلايا منفردة فتعمل الفوضى، فنحكم الفوضى فنسيطر ونعمل دولة إسلامية.